السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم روضة وأكاديمية العزيز النموذجية السلط، الاثنين 13/4/2020 ميلادي، 20/8/1441 هجري. الصف التمهيدي. المادة اللغة الإنجليزية. المعلمة شيخة عربيات. ضيفنا اليوم الحرف V capital V small. هيا نتعرف طريقة كتابة حرف الV. هيا V capital. يلا يا أبطالي، خط ما إلا الأسفل، خط ما إلا الأعلى. إكسلنت، برافو. يلا يا أبطالي، V small، خط ما إلا الأسفل، خط ما إلا الأعلى. إكسلنت، برافو، برافو يا أبطالي. كلمات الحرف ومعانيها. V vaz مزهرية. V vaz مزهرية. V vaz مزهرية. واجب اليوم يا أبطالي كتابة حرف ال V capital وال V small. مرة أخرى، ال V capital ال V small مع التلوين، وضع دائرة حول حرف ال V. والآن أبطالي وأبطال روضة العزيز، نحل الواجب سريعاً عند رؤيتنا للفيديو لكي أرسل لكم شهادة تقدير إلكترونية في نهاية الأسبوع. نلتقي في القمة. معكم المعلمة شيخة عربيات من روضة وأكاديمية العزيز النموذجية. دمتم بخير.